هذا السؤال إلى ضيفي السيد سركيس تشوبريان الذي ينضم إلي من عمان، وهو محلل أول للأسواق المالية العالمية في مجموعة إكويتي. أهلا بك سركيس، معنا في الجلسة الأولى. سمعت أهلا. سؤالي عن المخاوف الموجودة لدى المنتجين، منهم روسيا، من أنه هذه الأسعار الحالية ستشجع المنتجين الأمريكيين على العودة بقوة إلى أسواق النفط، ما رأيك؟ بالفعل الارتفاع الذي حصل في أسعار النفط مؤخرا أعاد الأسعار لمستويات ربما تكون مناسبة لعديد من المنتجين في الولايات المتحدة، وأتحدث هنا أيضا عن شركات النفط الصخري التي قلصت الإنتاج إجباريا وبشكل كبير جدا خلال سنة 2020، بل وشاهدنا إعلان إفلاس عدة شركات وخروج شركات أخرى صغيرة من الأسواق، وهذا ما دفع الإنتاج الأمريكي للانخفاض بشكل حاد. أما الأسعار الحالية التي عادت لها أسعار النفط والتي تعتبر أعلى مستويات منذ عام 2018، أي إن أسعار النفط عوضت كل الخسائر التي تعرضت لها خلال جائحة كورونا، خصوصا مع الارتفاع الذي حصل يوم أمس واللي دفع أسعار عقود النفط لمستويات مرتفعة جدا. إن كنا نتحدث عن اليوكي أويل اللي ارتفع أعلى من 70 دولار، وأيضا ارتفعت عقود النفط الأمريكي الخفيف لمستويات فوق 67 دولار، وهذا كله يدل على أننا أمام احتمالية أن تعود الإنتاجية لدى العديد من الشركات الأمريكية، خصوصا مع عودتنا في الذاكرة إلى عام 2019 قبل الجائحة وقبل أن تنخفض الأسعار بقوة، عندما كان الإنتاج الأمريكي قرابة 13,000 مليون برميل يوميا. لكن مع تقدم جائحة كورونا وانخفاض الأسعار الهائل حتى وصلت للمستويات السالبة في النفط الأمريكي الخفيف، حين اضطر البائعون أن يدفعوا علاوات للمشترين حتى يأخذوا ما لديهم من النفط المكدس، في تلك اللحظات بدأت الشركات تتساقط إن صح التعبير أمام هذا الانخفاض الكبير في الأسعار. لكن الآن عندما تعود الأسعار لمستوياتها الحالية، يجب أن نأخذ أيضا هنالك بعين الاعتبار أن منظمة أوبك بلس قررت قررت أن تحافظ على خفض الإنتاج. سركيس، هل برأيك الآن في هذه المرحلة من الممكن القول أنه أوبك استعادت السيطرة التامة على سوق النفط؟ الآن ماذا نعني بالسيطرة التامة؟ السيطرة التامة هنالك خشية بأن ترتفع أسعار النفط بشكل أكبر بكثير من المستويات الحالية. خفض الإنتاج الذي قررته منظمة أوبك في البداية كان حوالي 10 مليون، يعني 9.7 مليون، وثم تم خفضه. لكن يعني مستويات الخفض الحالية أيضا تعتبر كبيرة. سركيس، هل ممكن القول أنه أوبك باتت سوينج بروديوسر كما كان وضعها في السابق، هي التي تسيطر بشكل عام على السوق، هي التي تقود دفة السوق؟ نستطيع أن نقول بأن الجزء الأكبر تستطيع منظمة أوبك بالاتفاق مع حلفائها بأن تسيطر على الأسعار، وهذا ما أثبتته لنا الأشهر القليلة الماضية عندما اندفعت الأسعار ارتفاعا، رغم أن هنالك أيضا بعض الانخفاض في الإنتاج الأمريكي. لكن قرارات منظمة أوبك استطاعت بالفعل أن تعيد التوازن لوصول الأسعار لمستويات تبدو مناسبة، إن كانت المملكة العربية السعودية، روسيا. فباعتقادي بأن السيطرة موجودة بالفعل، لكن إن قلنا سيطرة تامة فيجب هنا أن نأخذ أيضا المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين عند هذه الأسعار قد يعودوا أكثر فأكثر شيئا فشيئا خلال الفترة المقبلة. لكن بالنسبة للاجتماع الأخير الذي قامت فيه منظمة أوبك يعبر عن دراسة واقعية وحقيقية لفروقات الطلب والعرض في الأسواق، حيث أن المملكة العربية السعودية أقامت أيضا بخفض طوعي للإنتاج وأيضا إقرار رفع قليل جدا لروسيا. لذلك هنالك دراسة تقنعني بأن أوبك حاليا قادرة على السيطرة بشكل شبه تام على أسواق الطاقة، لكن مرة أخرى مع خشية الارتفاعات كبيرة. سؤال سريع، نحن عادة نعرف أنه تتحرك الأسعار بمخاوف جيوسياسية، يوم أمس لم نشهد ارتفاعات كبيرة لا بل تقليص في الأسعار بعد هذا الهجوم الفاشل على المنشآت، لماذا لم تتحرك الأسعار بشكل كبير على وقع هذه الأحداث؟ وباختصار لو سمحت. تماما مثل ما تفضلتي، الارتفاع كان مؤقت لأن الهجمات الإرهابية كانت في مناطق معينة. أشارت أيضا وزارة الطاقة السعودية بأن الهجمات لم تتسبب في خسائر إن كانت بشرية والحمد لله، أو أيضا خسائر في المنشآت، وهذا يعني بأن الحركة الصاعدة للنفط كانت استجابة فقط لهذه الأنباء، لكن الأساسيات تعود لتحكم الأسعار وتم تقليص. شكرا لك سيد سركيس تشوبريان المحلل الأول للأسواق المالية العالمية في مجموعة إكويتي على هذه المشاركة.